يا اخي دائما في التعليقات يقولوا يحيى مسوي اعلان لازم تصارخ. ليش تصارخ؟ ترى نشوف ونسمع. فقررت اليوم ما اصارخ. اهلا بكم في الاسعار الخياليه في نيستو هايبر ماركت من تاريخ 22 ل 28 من هذا الشهر 9. الرمان اليمني الكرتون بريال و590 بيسه. وين احلى هالكيتو ولا اني؟ هذه صارت بريال و590 بيسه. مانجو المصري صار الحين كيلو 590 بيسه. شوف السعر كم صار الحين، 3 ريال و290 بيسه الكيلو لوز. حليب سنان منتج عماني 3 ريال و690 بيسه. شيل دقيق 10 حبات 9 ريال و350 بيسه. انا يعجبني مشاوي نيستو طازج، تعرفوا هذا نص دقيق عربي بريال 190 بيسه. راح العرض لمنتج 7 ايام لا يفوتكم. خلك عيش الزعيم 35 كيلو ب 16 ريال و990 بيسه. وفر. اوه عرضه قوي هذا، صابون يونكس 3 في 1 9 كيلو. شوف السعر اول كم؟ 5 ريال وشيء، الحين صار بريالين و990 بيسه. اذا ربيعك زايد عنده مولود اشتري له هذا هديه كرتون 5 ريال و990 بيسه بيفرح والله. حتى هذا الصابون امبريل 6 حبات 990 بيسه. امبريل امبريل ما اعرف، اهم شيء امبريل. تعرفوا هذا الزيت اذا استخدمتوه راح تسهمهم ما جات الكلمه، تحسوا براحه وانتعاش وطاقه ايجابيه 990 بيسه. فضلك هذا طقم الاواني 10 حبات 22 ريال 990 بيسه. روح فضلك هذا الطابعه حلوه ورخيصه 49 ريال 900 بيسه. كانون ب 149 ريال 900. يا سلام تي في جيباس 65 بوصه شيل. ما تلاحظوا ان في الاعلان ما وايد اصورخ؟ ما فيش فيني اليوم. المهم لابتوب 159 ريال 900 بيسة وايد فنان. لينوفو ليش ما أصرخ؟ ما أصرخ. ثلاجة فيها بابين 99 ريال 900 وضمان 10 سنوات كم بيسة. زيت زيتون منتج عماني 5 لتر 5 ريال و490 بيسة. لا تحاولوا ما بصورخ اليوم في الإعلان. إيش رأيكم طريقة إعلان اليوم؟ هادي جدا. عموما لا يفوتكم العرض من 22 إلى 28 من شهر 9. روزوروا أقرب فرع نيستو هايبر ماركت.